السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيريز رئيس نادي ريال مدريد وأحد القوى الكبرى في الكورة العالمية، وكان هو ما كانش يعني هو القوى العظمى في كرة القدم العالمية. بيريز قرر مرة واحدة كده إن هو يعمل دوري على جنب كده، دوري السوبر الأوروبي، ناخد بقى إيه الحلو من أسبانيا على الحلو من إنجلترا على الحلو من إيطاليا، نحطهم مع بعض يعملوا لنا دوري، ويعني إيه دورة مع بعضنا كده حلوة، ونعمل ماتشات كويسة مع بعض. وسيبنا بقى من دوري الأبطال والماتشات التعبانة، لا نلعب شختار ولا زينيت ولا أولمبياكوس ولا حتى سبورتنج لشبونة ولا أي حد من الناس دي، هنلم الليلة ونطلع نلعب مع بعض. زي ما تقول كده إيه، عملوا دورة مع بعضهم كده زي الدورات الرمضانية اللي احنا بنعملها حاليا كده. هما بقى عملوا دورة مع بعضهم، هيلموا ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، تشيلسي، أرسنال، وتوتنهام، دول من إنجلترا. من أسبانيا عندك برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وإشبيلية، هيصفي في تصفيات كده تمام. من إيطاليا ميلان والإنتر واليوفي، وكمان في نابولي وفي روما هيصفوا. في فرنسا ممكن يبقى فيه، ممكن مش أكيد يبقى فيه، ليون وباريس سان جيرمان. ومن ألمانيا ممكن برضو يبقى دورتموند وبايرن ميونخ اللي لسه ما أعلنوش موقفهم رسمي من الحدث ده، ولايبزيتش برضو هيصفي، واخد بالك؟ فطبعا الموضوع هي دورة هنعملها مع بعض، ونسيبنا بقى خالص من دور الأبطال، لأن طبعا دور الأبطال على ما بنوصل للجد فيه أو على ما بنوصل دور الثمانية بيكون خدنا وقت كبير جدا ومفيش فلوس بتيجي، احنا بنصرف وسفر وطيارات وكلام من ده كله، ومفيش عائد. يعني مش هتكلمني مثلا ريال مدريد رايح يلعب زينت في زينت، فمفيش. مش هنتكلم عن مثلا ريال مدريد رايح يلعب فاينورد في فاينورد، فمفيش. برشلونة مثلا هيلعب مثلا اولمبياكوس، فمفيش كده. العملية قال لك هنلم بعضنا ونعمل دورة حلوة كده، وننظمها لنا ايه عمنا بريز، وهتبقى هنلعب على فانيلات تقريبا في الاخر. ولكن الفكرة نفسها حلوة، ولكن رد الفعل من الفيفا او رد فعل من الاتحاد الدولي صعب. يعني رد الفعل صعب، انت بتتكلم في مجموعة 15 20 فريق هيلموا بعضهم ويلعبوا مع بعض دورة تمام، كل سنة مع بعضهم، او مش كل سنة، ده هم هيشتغلوا على طول يعملوا دورات بقى، ما هي الموضوع مربح تمام. لو الجماعة اللي يعني الجماعة اللي هم بينظموا دورات عندنا عارفين يعني ايه موضوع الدورات ده، مربح مربح. المهم ان هم يعملوا الدورة ديت مع نفسهم ويفكوهم بقى من دور الابطال. دور الابطال ده يبقى دور الابطال وكاس الاتحاد، دولت يشوفوا لهم تنظيمهم مع نفسهم، او يشوفوا اندية تانية تلعب فيها. رد الفعل بقى من الاتحاد الدولي، او كان رد صارم رد صعب، ان هم قرروا ان اي فريق هيشارك، اي فريق هيشارك هينزل درجة خمسة، يعني مش تانية ولا تالتة، لا درجة خمسة، هيبدأ من الصفر. أي فريق هيشارك في البطولة دي أو هيشارك في التنظيم ده هيبقى درجة خمسة، واللعيبة اللي موجودة في الفريق ده هتتحرم من اللعب دولي. يعني مثلا عندنا ليفربول، صلاح مش هيلعب مع مصر في أي بطولات دولية بعد كده، خلاص ما عادش في صلاح. النني مفيش النني، لأن النني في أرسنال. كمان مثلا ساديو ماني في السنغال، مفيش ساديو ماني، مفيش رياض محرز، مفيش حكيم زياش، الناس دي كلها أنت هتلعب هنا يبقى مفيش هنا. كمان زي ما قلت تحرموا كمان من البطولات دوري الأبطال وكأس الاتحاد والكلام ده كله. في صدام دلوقتي بين بيريز والجماعة اللي هم نظموا الدورة دي مع نفسهم كده أو البطولة دي مع نفسهم، والاتحاد الدولي لسه هنشوف القرارات، أو الجماعة دول يعني الناس دي هتكمل ولا لا. سامع دلوقتي إن في فريقين من إنجلترا بيتراجعوا، يعني مثلا وليكن ليفربول وتوتنهام مثلا قال لك لا احنا مش هنكمل، لا احنا عايزين نلعب في دوري الابطال. وبعدين يعني لما الفرقة الكبيره دي كلها تطلع من دوري الابطال، دوري الابطال هيبقى كويس بالنسبه لنا، ونلعب احنا هناك وناخد اسمنا، بناخد دوري الابطال اللي هو اقوى بطوله في العالم. اللي بيحصل ده بيحصل عشان جني الاموال بس مش اكتر، علشان الفلوس، علشان المصالح. ولكن اللي بيحصل ده بيبوظ حاجات كتيره جدا في الكوره، بيبوظ المفاجآت اللي كانت بتحصل كل سنه في دوري الابطال. يعني مثلا لو شفنا مثلا ان بورتو هيشارك في البطوله دي، احتمال انه ما يشاركش. فريق زي بورتو فريق بيكافح، فريق بيجاهد، فريق السنه دي عامل شغل، عامل كوره. فريق زي اتلانتا مثلا السنه اللي فاتت او السنه دي كمان في دوري الابطال، اياكس السنتين ثلاثه اللي فاتوا كان عامل شغل حلو جدا في دوري الابطال. الفرق دي كانت بتعمل شغل، يعني الفرق دي كانت بتعمل حاجه. ليون مثلا وليكن كان ليون اصلا هيشارك، فانت بتتكلم في ست، في خمس ست فرق. روما مثلا كان برضه عامل شغل من كام سنه، نابولي نفس الشيء. ففي فرق اصلا بتخلي للبطوله لدور الابطال شكل، فانت مش معقول هتجيب كل الاقوياء ويلا نخبط.
يلا نخبط في بعض يعني، الأقوياء كلها أنت جبت القوي من هنا على القوي من هنا، ويلا هنخبط في بعض مرة واحدة. هي الموضوع يعني حلو في إن أنت هتشوف ماتشات كويسة، ولكن برضو الماتش كويس لو الفريقين نفس القوة، ساعات ما بيطلعش ماتش كويس، لازم يبقى فيه شد وجذب كده، لازم يبقى فيه فريق قوي فريق أقل من سيكا عشان خاطر يعني إيه نحس بمتعة، ولما سلام بقى لما الفريق اللي هو أقل سنة ده بيعمل نتيجة كويسة، فإحنا بنقول يا سلام الكورة وحلاوتها والكورة ومتعتها. فين الكورة؟ الكورة في كده يعني، الكورة حلاوة الكورة إن يبقى فيه فريق قوي جدا وفي فريق اقل منه شويه، فالفريق اللي اقل منه شويه ده لما يعمل ماتش كويس عليه، زي مثلا زي شالكه، شالكه هنزل درجه تانية. شالكه مثلا من 3 4 سنين كده او من 2015 تقريبا كان بيلعب ريال مدريد في دوري الابطال، المباراه خلصت 4 3 تقريبا لريال مدريد. المباراه ديت يعني من امتع مباريات دوري الابطال اللي انا شفتها في حياتي، مباراه كانت رايحه جايه رايحه جايه، وكوره واهداف هنا واهداف هنا، مباراه ممتعه جدا بين مثلا شالكه وريال مدريد. فانت بتتكلم ان شختار لسه كسبان ريال مدريد 3 السنه دي، فاحنا بنتكلم مثلا في ان مثلا نشوف فرق جايه من تحت عايزه تعمل حاجه فوق، يعني عايزه تقول انا هنا انا موجود، فالفرق دي بتحاول والفرقه ديت بتقدم حاجه وبتقدم كوره، والفرقه دي برضه عايزه تسترزق يعني. فانت ما تشيلش الاقوياء كلهم والفرق اللي معاها فلوس كلها من مثلا من دوري الابطال او من المنافسات الاوروبيه كلها، وتحطهم في حته واحده يخبطوا في بعض ويطحنوا في بعض، وده هيعمل مثلا ايه، خلاص احنا حطينا مجموعه هنا في فئه، الفئه العاليه هنا والفئه الاقل والفئه المتوسطه هنا، الفئه المتوسطه والفئه الاقل ديت خلاص العمل هينام معاهم خالص، هيبقى ما فيش اي استثمارات بالنسبه لهم، والناحيه التانيه هيبقى الفكه كلها هناك يعني، هنا هناخد بس لعيبه، انما ما فيش دخل ان هنا ما حدش هيشوف اصلا الناس ديت بتلعب فين. لما نيجي نتكلم ان بعد ما قالوا ان الفرق هتنزل درجه خمسه، ان بنتكلم في مثلا في ويست هام هو اول الدوري دلوقتي بالنسبه للدوري الانجليزي ده، لو تم تطبيق ان مانشستر سيتي ينزل ومانشستر يونايتد ينزل وبعد كده تشيلسي وليستر وليفربول وويست هام، كل ده لا ويست هام بقى اول دلوقتي لما بنتكلم عن الكوره، ويست هام كده دلوقتي اول او ليستر اول. انت بتتكلم ان ليستر هو اول الدوري، لان ليستر مش من الجماعه اللي معاهم فلوس اللي هيلعبوا هناك. في العموم بريز من القوى الكبيره جدا في العالم، وعمل ازعرينا في الفاضي دلوقتي، ولكن هنشوف دوري الابطال هيكمل وهنشوف الاستمراريه، ولا بريز هيعمل اللي في دماغه واللي في عقليته، وهنشوف الدنيا هتمشي عليه. الزمالك لكرة اليد بطل الدوري، وكلنا شفنا محمود الخطيب وهو بيبارك وبيسلم وبيهني لعيبة نادي الزمالك الرجالة اللي عملت ماتش قوي، ولعيبة الأهلي برضو الرجالة اللي عملت مباراة قوية وعملوا دوري قوي. فوز الزمالك لا يقلل من شأن النادي الأهلي في البطولة، ولكن بنبارك للزمالك هارد لك ان جمهور النادي الأهلي ولاعيبته اللي قدامهم شغل كبير جدا في الفترة الجاية، عشان برضو نفضل ننافس على البطولات في كرة اليد كمان. احنا الحمد لله في كرة السلة رجال، كرة اليد الطايرة رجال، الأهلي وكرة القدم رجال، الأهلي طبعا كده مفيش غير كرة اليد اللي خلينا نكون صراحة تفوق واضح وملموس على أرض الواقع لرجال نادي الزمالك وأبطال نادي الزمالك اللي بيشرفونا في مصر بيشرفونا بره مصر، وبنبارك لهم دايما على تألقهم الخارجي، مالناش دعوة بتألقهم المحلي، لأن تألقهم المحلي بيبقى طبعا على حسابنا، فاحنا ما بنبقاش فرحانين لهم ولا حاجة، ولكن التألق الخارجي هو ده اللي احنا عايزينه منهم، وكمان عايزين نمشي زيهم ونحذو حظهم. توتنهام يقيل جوزيه مورينيو سبيشال 1 بعد النتائج السيئه جدا في الفتره الاخيره، يعني تخيلوا كده كان توتنهام اول الدوري، وكانت الناس كلها بتقول توتنهام كسبان مانشستر يونايتد 6، فاحنا ماشيين هناخد الدوري، هوب طب فيهم ليفربول خبطهم في الدور الاول كسبهم 3-1 تقريبا او 2-1 2-1 بالهدف بتاع فيرمينو اللي هي كانت عارضيه من كورنر وحطها فيرمينو جون، الدنيا باظت مع توتنهام وجرت النتائج السلبيه، وان توتنهام دلوقتي مش عارف حتى يوصل للمركز الخامس عشان يلعب في دوري الابطال، او المركز الرابع عشان يلعب في دوري الابطال، فالموضوع بقى صعب، وضحوا بمورينيو وهنشوف بقى هيجيبوا لنا مين تاني. دي كانت حلقه النهارده، اول مره تتابعني انزل اشترك في القناه، فلورنتينو بيريز هيخربها اكتر ما هي مخروبه. سلام.